معايا عبر الهاتف الآن الكابتن عيد مرازيق، المدير الفني لفريق الداخلية. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كابتن كريم وعلى مشاهدينك الكرام طبعا، وآرائك البناءة دايما اللي احنا دايما بنستمع ليها او بنشوفها طبعا عبر الشاشة بتاعت حضرتك. اشكرك يا فندم، اشكرك. النهارده كانت الفرصة الأخيرة، كانت يمكن للداخلية الأمل الأخير للبقاء في الدوري الممتاز. كان الوضع بالنسبة للداخلية من بداية الموسم مش وضع جيد، بس أتصور إن أنت واللاعبين كنتم ما زلتم متمسكين بالأمل. والله يا كابتن كريم زي ما حضرتك بتقول، أنا رحت في ظروف صعبة طبعا. الداخلية كان متزايد الجدول ب 11 بونت، فحاولنا نتحدى الظروف، لكن طبعا الفروقات طبعا موجودة في الكورة، ففي فروقات بيننا وبين الأندية بشكل كبير جدا بالنسبة حتى للإمكانيات المادية والسكواد. طبعا في معانا بعض اللعيبة الجيدة وفي بعض اللعيبة لسه صغيرة اللي هي ملهاش باع في الدوري الممتاز. اللعيبه النادي برضو يعني السنه دي كان مفيش فتره اعداد بشكل جيد، اثرت على الحته البدنيه اللي موجوده، فحاولنا نعدل الامور، حاولنا نغير الطريقه اللي تلائم ظروف اللعيبه وشكل الاداء والحته البدنيه، واشتغلنا بشكل جيد. كسبنا ماتش، تعادلنا مع الجونه، وكسبنا المقاولين، وكسبنا زد، تعادلنا مع الاتحاد. لكن طبعا الجدول ولجنه المسابقات كانت برضو ليها عامل اساسي في الظروف، هي مش شماعه، لكن ده بيبقى امور طبيعيه، لان انا لاعب 4 ماتشات في 12 يوم ومنهم 2 اهلي، يعني دي مش موجوده حتى في اي دوله في العالم. حضرتك طبعا اكيد عارف وكل المهمين بوسط القاره عارفين يعني، لكن الحمد لله على كل شيء. النهارده يا كابتن عيد كان في خطأين تسببا في هدفين، خطأين ممكن نقول عليهم يعني ممكن نقول بعدم تركيز واضح يعني من لاعبي الداخليه سواء من حارس المرمى او مدافع الفريق، كلفوا الفريق هزيمه النهارده. زي ما حضرتك بتقول وانا قلت الاول ان في الفروقات اللي في الاسكواد، في بعض اللعيبه الصغيره كلفت النادي النهارده ان احنا نخسر المباراه، مش الماتش ده بس، ماتشات كتيره جدا جدا خسرناها في الدقيقه 92، خسرنا ماتش الاهلي خسرناه في الدقيقه 92 كنا متعادلين وكنا محتاجين التعادل وخسرناه، ماتش سموحه خسرنا جونين في وقت الضايع، كل ده بيرجع للحته البدنيه وعدم التركيز، لان النهارده الحته البدنيه لما اللعيب يفقدها بيفقد التركيز، ودي خطا كبير جدا جدا، وده دايما احنا كنا بننوه بيه ان الفرقه اللي بتغلط بتخسر، وده اللي حصل النهارده. كابتن عيد هسالك سؤال بصراحه شديده، وبساله السؤال ده دايما لكثير من المدربين دائما وابدا لما بيصارعوا في مناطق الهبوط، هل تركيز اللاعبين بينتهي مع هذه المرحله وهم يبحثوا عن عروض جديدة لفرق أخرى سواء في الدوري الممتاز أو في دوري المحترفين؟ أكيد طبعا، ومن قبل كمان المرحلة اللي احنا فيها، احنا بعض عندنا بعض اللعيبة مضت لبعض الأندية، واحنا طبعا عرفنا طبعا، واللعيبة اشتغلنا على الدوافع بتاعتها، لأن احنا ما عندناش حاجة تانية. لا معلش كابتن عيد، معلش أنا أسأل السؤال، أنتوا يعني هم مضوا وبعد كده عرفتوا ولا هم استأذنوكم الأول؟ لا اصل هم النهارده الموسم بينتهي، والموسم النهارده بالنسبه لنا حتى النهارده موسم كبير جدا، النهارده كام في الشهر، النهارده كام 7، دخلنا لموسم تاني خالص. الطبيعي لاي دوريات في الدنيا الدوريات بتخلص، عندنا لعيب افريقي عقده خلص وهماضي في حته تانية، عندنا بعض اللعيبه اللي جايه اعاره هترجع الانديه بتاعتها، والانديه بعتت الجوابات، فالامور دي خلصت، واحنا اللعيبه دي ما لعبتش. وفي لعيب افريقي عارفين ان خلاص ماشي، فابتدينا نشتغل على الدوافع دي بشكل ايجابي. انا النهارده يعني برضو النهارده في حافز مادي حاطينه، في حوافز كبيره، الماتش النهارده ماتش ماشي بشكل كويس، رؤيه الناس برضو ليها تبقى رؤيه ثقيبه، احنا اشتغلنا على الحاجات دي بشكل ايجابي. ده الكلام ده موجود بالنسبه للشهر اللي احنا فيه. كم لاعب انت كنت عارف ان هم خلاص مش هيبقوا موجودين في الداخليه؟ ثلاث لعيبه. انا عارف 3 لعيبه، لكن هو اللي جاي طبعا، لان في لعيبه كويسه في الداخليه اكيد طبعا، الانديه طبعا بتبص من مش من النهارده، من امبارح على بعض اللعيبه، وبتبص على شكل الجدول بالنسبه للانديه، بس هم بيبصوا للعيبه اللي عقودها خلصت، وبصوا للعيبه اللي هي جايه اعاره اصلا من انديه تانية. لكن طبيعي ان عندنا لعيبه مقيدين ولعيبه في الداخليه فاضل لها سنه واثنين، دول لعيبه موجوده ما حدش بيتكلم معاها. كابتن عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.